بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة مباشرة من برنامج في الصميم. ماذا بعد إصرار السلطة على إطلاق الحوار مع أنصارها رغم غياب أبرز المعارضين؟ ولماذا يصر منتدى المعارضة الديمقراطية على الاستمرار في سياسة المقعد الشاغر رغم أن هذه السياسة كانت وفق كثيرين وأحدى السياسات الخاطئة في تاريخ المعارضة الموريتانية؟ إلى أين تتجه موريتانيا وهي تسير سريعا وهي تراكم أخطاءها السياسية والاقتصادية، تراكمها نخبها الحاكمة ونخبها المعارضة؟ تلك بعض الأسئلة التي يسعدنا الليلة أن نطرحها على الزميلين الأستاذ محمد فالو العمير المدير الناشر لصحيفة لا تريبيون. مرحبا أستاذ. مرحبا حبيبي. دكتور حسين المدو. مرحبا دكتور حسين. إذا انطلق الحوار أو انطلق التشاور في 7 سبتمبر كما كان مقررا، لم تفلح كل مساعي التأجيل التي قيل إنها حصلت، وكان واضحا أن السلطة تحاول السلطة تقريبا، هنالك غياب كبير لأغلب المعارضين. أستاذ عمير، بالنسبة لكم لماذا الإصرار على حوار في النهاية يبدو أقرب إلى المونولوج منه إلى أي شيء آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي أنا ثم مسار خلق يكد ربما يعود يفسر اللي تسميه أنت إصرار السلطة، وشنو ولن مرحلة من المراحل كان فيه حوار خلق بين المنتدى والأغلبية وتوقف لأسباب احنا مهل نعرفوها، وغير توقف ما 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 مهل يوصلوا لابعاد توقفوا واسبابها ما فهمناها، الا ان اللي رسمي منها ولا من جهه المنتدى يدور رساله مكتوبه رد مكتوب على اقتراحاته ولا زاد طلباته، ومن جهه الاغلبيه ما بي عن ذاك الرد الا انها اقترحت محضر يوقعوه الاطراف الاثنين، وبعد الجميع حاله وخيضهم ذيك الروايه اللي هي الاقتراح كان من المعارضه ورفضته الاغلبيه حسب اللي يقوله المنتدى، ثم الان تقول العكس. هو كان منهم كاملين، المهم عنه خلق بعد خلق وقطع عنه خارج الروايه بعد متوافقين عليها هم الاثنين. يعني اقترح لكنه في النهايه ما حصل. هو حصل انت عنه لانه حصل نقاط وحصلت ونعرف شن هو موجبه، والنقاط اللي أساسية توافقوا عليها، وكلهم اللي وخطوا حالا قال عن مثلا ذا اللي قال لأنه المنتدى يختار ويكتب. المهم عن ذاك المسار ذاك واللي توقف بذيك الصيفة اللي احنا ما فتنفهمناها باللي ذا اللي قاعد يدور بين السياسيين، احنا ما في منهم مول نعرفه حقيقته شنو ذاك اللي توقف فيك ساعة، الله اللي عن همة السلطة همها مرحلة من المراحل على انها تدفع به مثلا تاكسلري باش تسرعوا بالرسالة اللي رسلت، واللي دخلت المعاهدة اياك تقول عن الحوار ما يقد يخلق ما هو بصفة شاملة، وهون فهم حكايات قرماني ماني راجع لهم ولاني ثائرهم هون باللي ما مثلا نتكلم لا كمتابع متابع ل شكامل لا يساعد المشاهد في انه يفهم خلفيات الامور. نحن حكينا المهم عن كإعلاميين هذه رسالتنا، موقف المعاهده من ذيك الرساله اللي رسلتها الرساله الاولى الرساله الثانيه رساله الدعوه اللي جاي من وزير الامين العام لوزير الامين العام الاولى اللي عدلها وتحول الى بدل من يعود جلسات حواريه وبدل من يعود هو الحوار تحول اذا الى جلسات ممهده للحوار، وعاد المعاهده تقد تجي وتشارك فيه وتسمع صوته وتطلب فعلا بتاجيله. وذاك قطعا عنه ظاهر لي عنه ارتفض به اللي لكن السؤال بتقدير طبعا تقديركم انتم كمتابع، كان واضح انه المنتدى اتخذ قرار من البدايه انه لن يشارك، وكان واضح انه حزب اساسي وشخصيه اساسيه ايضا في المعاهده اللي هو رئيس مسعود اقبل قرار انه لن يشارك. رغم هذا السلطه اصرت انها تعدل هذه الجلسات في وقتها. تقلب شوي انت انا سرع مسعود شوي الرئيس مسعود في التعبير
عن عدم رضائه عن ما يجري، وهو اللي القوى اللي كانت يلا تشارك ما شاركت، وكانت فم احتمال ان تشارك قوى سياسيه ما هي اللي شاركت بالحجم اللي ما شاركت به، وفيها الواجج من المبتدأ هو الله اعلم يعني، وهو حسب علمه. طيب هذا معطى جديد، انه انتم تعتبر عن مسعود يتحمل مسؤوليه تقريبا قله مشاركه قدر لا من لا المعارضه، عبر هو عن موقفه وعاد لا يظهر الشمس على الناس اللي خربتوه الى شاركوا احدين من المنتدى، لا يظهر عليهم الشمس به الا حد من ايش قالها المعاهده وحد من انا الناس سؤالي اللي انا سؤالي لماذا تصر لماذا تصر السلطه على انها تنظم حوار تعرف قبل ان ينعقد لا انا اختير بعد المباشر؟ نتوافقوا على المفهوم. انا بالنسبه لي ما هو حوار، بالنسبه لي اللي حضرت له انا بعد اليوم، راني الجلسه الافتتاحيه ما حضرت له وامس ما حضرت له، بل حضرت له اليوم. اللي حضرت له اليوم ما هو الحوار، ما الله فيه ورشتين، وورشتين فيهم الناس تتكلم، واحده ورشه مخصصه لجدوله جدول اعمال جدول اعمال الحوار اللي مرتقب، وواحد لجدولته زمنيه. معناها ما هو الحوار، ما هو الحوار بتاتا، ومنين نجوا ان شاء الله. قد نقول لك ذاك اللي سمعته انا بعد نرجع ان شاء الله. دكتور الحسين يطرح سؤال، ما الذي تريد السلطه من وراء هذا الحوار؟ والسؤال يصبح اكثر الحاح كما قلت، وهي تصر على ان ينعقد هذا اللقاء تشاوري او حواري، رغم انه كان واضحا بالمعطيات انه ليس فقط المنتدى وهو القوة الجديدة التي يفترض أنها الأهم في الحوار، لأنه معاهدة سبق معها حوار، وإنما حتى أهم شخصية وشخصية مهمة في المعاهدة أيضا لن تحضر. الإصرار على الحوار في هذا الوقت ربما يعزز فرضية أن هنالك أجندة خفية وهنالك برنامج لدى السلطة جاهز تريد أن ذاهبة إليه ذاهبة، من أراد أن يلتحق يلتحق، ومن أراد أن يبقى فاته القطار. شكرا جزيلا. اعتقد بانه يمكن وصف الحوار الحال بين ظهرين، انه هو نتيجه طبيعيه للا حوار، اللي خالق ذلك ما هو الحوار، ولا يمكن ان يكون حتى جلسات تمهيديه للحوار، لانه عاده في الجلسات التمهيديه للحوار يتعين اشراك كل من سيجلسون او يفترض او يتوقع ان يجلسوا غدا على طاوله الحوار، ومواكبته لمختلف المراحل والمحطات السابقة سواء في بعدها التحضيري أو سواء في بعدها الإعدادي للحوار. ما يجري الآن هو نتيجة طبيعية لمسار غير طبيعي. لما يكون نتيجة طبيعية لمسار غير طبيعي نقدر نعقب ونفصل عقب ذلك من يتحمل المسؤولية نعقب ونشوفها عقب ذلك، باللي هو هذا هو أقصف حوار قد تخلق من خلال مغايرة. حتى في المراحل الانقلابية التي لا تخلق يخلق منتديات أو أيام تشاورية يشرك فيها مختلف الطيف بيافطاته وبلافتاته، ويعود على شكل ندوات يفترض أنها تأدي شيء من التوصيات التي تنفذها السلطة. اللي خلق ذلك أن كنا أصبحنا في كل مرة نندفع نحو مسار تقل أطراف المغايرة دائما. كانت المرة الأولى في انتخابات وكانت أقل إجماعية، غير مشارك فيها مد لباس بها من الطرف المغاير من طرف المعارضة، شاركوا الإسلاميين وشاركوا المعاهدة. المرحلة هذه لا الإسلاميين شاركوا ولا المعاهدة شاركت بكل طيفة، مثلا شارك منها عضو ويمثلها قد يعود رئيس حزب. المعلومات المتوفرة من مصادر المعاهدة تقول انه القرار بعدم المشاركة، وانه تم تكليف الرئيس الدولي اللي هو رئيس حزب الوئام باسم الحميد بان يحضر لكي يبلغ رسالة طلب التأجيل. لكن فسر حرج المعاهدة أساسا. هي المعاهدة نصبت نفسها خلال ظل القطيع الحاصلة بين الأطياف السياسية المحلية كمسهل كوسيط للتقريب بين مختلف الفرقاء ساحة، خصوصا السلطة والمنتدى، وشعرت بحرج كبير حالا بأنها حتى وإن عمدت إلى محاولة ضمان تصالح المؤسسات الدستورية حينها والانتخابية التشريعية حينها ودفع الضريبة في ذلك، قررت ما تتقابل وشعر بحرج كبير بأنها تندفع أيضا أمالي هي وحيدة وحدها، وخصوصا والله تعود ديك الشعرين تجل أنها مدعات وخلاص موالية للنظام وفي طرف واحد. أعتقد بأن ذلك اللي خلق ذلك أنه في الغاهر أنه الأغلبية الرئاسية وفعاليات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة أو حديثة تعادن بالمعارضة، هذا هو اللي خالق ذلك. ما يقدر ينطلق عليه أبدا أنه أيام تشاورية ولا جلسات تمهيدية للحوار،
اللي على الاقل الناس اللي تحضر غدا ما حاضر منها ما حاضر الناس منها اللي تحضر غدا بالنسبه لكم لماذا تغيب المنتدى؟ المنتدى كان يطالب بمرحله تمهيديه للحوار. هذا انا اللي سمعت الان وافقت السلطه على جلسات تمهيديه، كان يطالب برساله مكتوبه وصلته رساله مكتوبه ولو لم تكن على شكل جواب، لكن في النهايه رساله مكتوبه ليس سرا من الوزير الامين العام للرئاسه. هو ليس سرا. لماذا هذا التعنت حسب تفسيركم؟ شوف ليس سرا انه خلال الاشهر الماضيه ان النظام كان جاد الى درجه بعيده في الحوار. ومن خلالك مراقب نعرف انه كان مصلحته حتى الحوار. وذيك المخاوف اللي كانت مطروحه من قد اخبار المأمورية واخبار تغيير الدستور كان هو لا يعود ابعد طرف يقدر يطرحها. لاعتبارات بسيطه. اعتبارات بسيطه انه النظام يدخل سنته الاولى من مأمورية ثانيه. لانه حق فيها. وذيك الامور اللي مخوف منها اخبار التجديد والمأمورية ما يليت تناقش قطعا. يكون في السنه ما قبل الاخير من المنظر، يعني غير ما الوقايه بيشعل عليه مسار وهو في مأموريته السنه الاولى من مأموريته. لذلك كان تم اراده بانه على الاقل كل ما دون ما هو لاحق الرئاسه لاحق البرلمان ولاحق البلديات ولاحق بعض من الاصلاحات كان مستعد له. رد على سؤالك لماذا لا يرفض المنتدى؟ المنتدى كيف تعرف يعاني من خلافات داخليه عميقه جدا. حتى المؤسسه اللي يفترض انها هي اللي تجسد الطابع والتنسيق والطابع والتأطير اللي هي زعامه المعارضه اول مشكك فيها هم احزاب المعارضه ايضا. لا وهذه نتيجه طبيعيه. في بعض الاحزاب غير ممثله فيها وبالتالي طبيعي. ما هي قضيه حتى شرعيتها قاع اصلا. لان تشارك في الانتخابات. بل منين؟ قال انا نعود الان ما نشاركش لين قاطعوا بطريقه تلقائيه وعقب ذاك موازين القوى ما هي مساويه ودولك خطينا نطرح انه في بعدين. خالق بعد والحوار الماضي خلق الحوار الماضي الاطراف كامله اللي جبرت كان اللي كان يقود مولاي وكان لا يتقدم شوي كان دائما حريص. تحدث عن الحوار اللي سبق انتخابات اللي ما نجح. لا الحوار اللي طلع يوم مضى يومين كان حضره محمد المولود رئيس قبيل الانتخابات البلديه والتشريعيه الاخيره كانت فم مساعي بانه يعدل وينفذ. واعتقد بان المعطى الدولي حينها كان له تاثير. وانا اعتقد من جازما بانه حاليا مولي ان المعارضه خصوصا منتدى المعارضه يلا خرس بعدين. واحد بعد سياسه المقعد الشاغر وقطعا ما فيها نجاح اي سياسي. والناحية الثانية ما لا يملك السياق الدولي حالا لا يحرض مطلقا على اللي قالوا مطلب الديمقراطية فيه تراجع كبير ورهيب هذا حالا. ما عدتنا فترة الربيع العربي وبدايات الربيع العربي والمطالب اللي تنتقل بعد مطلب اجتماعي إلى مطلب تغييري خالص. حالا على مستوى الشركاء العالميين فهم تراجع كبير لحماية الديمقراطية والدفاع عنها والإمام بالتعددية. وهذا كامل مو لك حد يدير السلة ويحاول انه قدرته التفاوضيه ينزلها في انه يحقق اكبر مكسب. التطورات الاسابيع الاخيره اعتقد بان موضوع موجات الهجره فهم بعد ذاتي الان الاصوات ترتفع في اوروبا بالذات. تسمع في النمسا وتسمع في النرويج. لا تسمع في المانيا وتسمع في المانيا انه يجب حل هذه الاشكالات من جذورها من خلال من الداخل من خلال دعم عمليات ديمقراطيه. لا حتى بخلاف ذلك هم وحدين ما هم خلال دعم عمليات ديمقراطيه. فهم وحدين من خلال التغاضي عن كل ما يحدث في هذه البلدان العالم الثالثية والتعاطف مع الرجل المستبد العادل بين ظهرين بمعنى عليه أن يفعل ما شاء. وكارت بلانش قال لا يجبون لاجئين فهم بعد ذاتي يتعلق بالمعارضة منعها من ذيك الممهدات اللي كانت مطروحة وطرحها المنتدى تحولت في بعض الحالات إلى نوع من مطلب تحقيق مكاسب قبل النزول إليها كممهدات. وأنه ثانيا مولي الخلافات اللي داخلية أطالت فترة التسخين بقدر أنه استغل النظام. كان أنت تريد تخلص إلى أنه الآن لم يعد هنالك أصلا جو يدفع إلى الحوار. أخلص بأن النظام إذا استخدمنا لغة الآن جو الخريف هذا عملية تفشكي لو الحوار. لا أكيد أنه النظام مساعد يمشي لك الرسالة ومشاها شو المعارضة بوصفها أحزاب وتم تجاهل الشخصيات اللي مشكلة الباقي الطيف السياسي وتم تحديد اليوم. أنا أنه بطريقة تلقائية تخلص من باقي الاتصالات اللي كانت قائمة أو توصل إلى قناعة بأن قوى قوية داخل المنتدى لا تريد أصلا التوجه ولا الدخول في الحوار وأنها مضيعة الوقت. اللي يطلق ذلك الحوار عنده مكسبين لا يحققهم منه. واحد مكسب أنه يريد أن يعيد إلى نفسه تملك زمام المبادرة
معناها انا ما نقدر تم قاعد ولا الا تحركت المعارضه، معناها العمليه السياسيه حركه ولا ما تحركت الكره بعد الله هي من يدير. هي كانت المعارضه ان اقبلت قيمه بالحوار وتم تنظيمه، وهذا هو اللي اداه لهذه النسخه الحاليه من الجلسات التمهيديه اللي في النهايه ليست حوارا وانما هي نوع من محاوله القاء حجر في راكد من اجل تحقيق تنازل لاحق او من اجل دفع اخرين الى التقدم. استاذ عمير بس نحيل انك بدنا نجمع بين رغبه السلطه في انها تدور الحوار وسعيها لانها تعمل الشقاقات في بعض احزاب المعارضه. لاحظنا مستوى من الاحتفاء بشخصيات قادمه من بعض احزاب المعارضه، مع ذلك من المسارين مختلفين، حد يختيل الشق احزاب تعود تمهيد للحوار. شفت سؤال ماني ما بالنسبه لي انا ما هو مرتبط. فهمكم للموضوع. فهمي الموضوع لان الاحتفاء بالناس اللي مغادره خندق شور خندق اخر واحد به اللي منين تخلصوا الشخصيات كلهم كانت في النظام، كلهم في مرحله من المراحل كانت في نظام معين سواء كان نظام الطائر والله النظام الحالي، وكلهم منين انشقت عنه قاست خندق المعارضه واحتفل بها تم الاحتفاء بها وتم وندارت قاع فوق الرؤوس وعات رموز قاع ومليله بشاتهك وفيهم قاع رواقيج هذه هي مشيتهم الرابعه ولا الخامسه لا في العشريه اللي ماضيه من 2005 الهلال. ولا ظهر لي ما ظهر لي عن ذاك يلا يقبل لنا شمل في اللحظه الحواريه وانت تحاور طرف كيف تسعى لانه ان تضعفه وتحدث الشقاقات داخله؟ ليست رساله ايجابيه. ما ظهر لي عنهم سعوا مثلا ما راعي فيه حالته هذه. انا بالنسبه لي كيف قال الحسين هو نوع من اخذ المبادره لجاك يدكمر والله يسرع الى عاد خارج شيء يخلق مره واحده الى عاد الخلطه يدوروا لا الحوار ويدوروا لا. انا شخصيا اليوم اللي حضرت اليوم انا يامس والنامس ما قد اتكلم عنه اللي حضرت اليوم شخصيا قطعا عني في القاعه اللي فيها جدول الاعمال ماني عالم مشكله مطروحه قط انطرحت من حركه سياسيه حزب سياسي جماعه سياسيه اسوه هي شنو اسوه انت ما شنو ما اشتت اخبار ومنطرح منين يعودوا الخلطه يقدوا يخلصوا وراني نقدر نمشي معاكم فعلا مثلا نوصفوا بانه حوار ما بين السلطه والسلطه ما فيها مشكله يعني خلاص ممكن نستغني عن المعارضه ما دام انه هناك من يقوم بالدور النيابه عنها غير هلا حد يوصف اللي فهم المعارضه هم الناس اللي معارضه وما سعى عن المعارضه فهم الوئام كاملين وفهم الوئام مشارك رسميا شخصيات الوئام رسميا مشارك في والله معلومات كانت عندي انه حضر رئيس فقط اللي يوصل الرساله خلى الناس فهمتوا كيف هم قال ها منين جو انتم كصحفيين لا تشوفوا وتلاحظوا وتلاحظوا الناس اللي يتكلموا وتلاحظوا هم اللي يقولوا شنو والمشاكل اللي يطرحوا شنو ومنين واعد انا ظاهر لي انه واعد وثيقه فعلا وثيقه لا تعود هي لوردر ديجور جدول الاعمال للحوار مرتقب وذاك من فم يجيك الورشه اللي مخصصه للزمن. ذي صار الورشه اللي مخصصه لجدول الاعمال ظاهر لي انا واللي فهمته قبيل من الناس وكلامها وذا الشيء عنها لا يتعقب تخلص الوثيقه لا تعود فيها عامه اللي قد تنطرح من المشاكل. قد خارجين مسالتين ما هم فيها. واحده قضيه الماموريه وواحده قضيه السن. في المساس من الدستور على هذا النواحي الثنتين قد ما هم فيها. به اللي انا بعد اوقع امام المشاكل هاي الموريتان انا اليوم ما سمعتهم واحدين منهم ما سمعتهم مشاكل واحدين منهم مشاكل خاصه مشاكلهم بعد بين الواحدين بانينهم كبوب خايفين منه ورابط روسهم ومكتف ايديهم انتظرك هذا المنتدى اكثريتهم اللي برر لك قله حضوره به اللي مشكك وياسر من الاعلاميين مشكك في نوايا الطرف اللي هو طرف السلطه فعلا انه كامل يدور منه الا ماموريه ثالثه. معناها التشكيك مبني على مؤشرات مبني على مؤشرات. رئيس تقول لي عنه ما هو مشكله الموريتانيا وتقول لي عنه مبني على مؤشرات. انا عليه انه الموريتانيا ما هم طالبين بتعديل بزياده الماموريه ولا هم طالبين بزياده السن. هذه ربما مطالب لبعض الاشخاص يعني غير بعض الاشخاص هو تعرف مشكلتنا احنا هون انا كل حد هو موريتانيا.
ما خارج الرجال يقول ما هو ما سأل ذاك اللي يقول ما هو ورجال الأمور الثانية أكون مشكلة عندي أنا يخير قاع ماني ماشي له هي أنا ماشي بالنسبة لي أنا قلتهم قبيل إياك نعودوا متمكين بعدين ما في حد يدور يعدل مراوغة ولا شيء بتبي لي منين تأخذ النتيجة اللي قلت لك دي الوثيقة لا تعود وثيقة مكتوبة ولا تعود مفروض ما لأنها تعود رد على مطالب القطعة درت المعارضة كاملة وعود الجدول هوك جدول الزمني هوك مطروح ظاهر لي أن فم جهات منهم المعاهدة ومنهم مؤسسة المعارضة يقدوا قبال يمشوا يسعوا فعلا يقاربوا وجهة النظر إلين كان الناس كاملها تمشي في حوار وذاك هو الحوار أنا بالنسبة لي اللي شفته أنا بقى ما فهم حد قاعد يدور منه حوار ما فهم حد يقول لك إنه حوار ما هو فهم ما هو حوار أستاذ الحسين ذكر الأستاذ عمير قضية المعاهدة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية هذه الجهتين افترض كان عنهم قد يلعبوا دور وسيط أو دور تقريبي بين الأطراف لكن اللي لاحظنا أنه مثلا بالنسبة للبيان اللي صدر أمس عن مؤسسة المعارضة هذا البيان كان قوي جدا واعتبر أنه هذا الحوار هذا ليس حوار وإنما مهزلة وإنه السلطة تسعى لشق صفوف المعارضة هل قرأتم من هذا البيان أنه فعلا يمكن لهذه المؤسسة أن تلعب هذا الدور أم أنها أخذت موقف كما هو موقف أيضا كما قلت الرئيس مسعود وفق المصادر قريب وأعتقد أنه غدا لديه مؤتمر صحفي حسب المعلومات أيضا سيعلن فيه عن موقف قريب من هذا هل يمكن الرهان على جهات مثل هذه للتقريب أم أنه كان يفترض أنها تؤدي غير قاع الأمور السارعت تسارع أسرع من الهيئات كاملة اللحظة التي دعت النظام إلى اتخاذ قرار بأنه يبتسر الحوار وأن يدعو بشكل انفرادي الأحزاب ذيك اللحظة ما تلات مؤسسة المعارضة تدخل ولا تلم اللي كيشفنا المعاهد اللي فات قامت بدور مسهل ووسيط ومشارعين أيضا من خلال المراحل الماضية تملك الحرج بأنها تقوم بالدور مرة ثانية خصوصا في ظل التناقص دائم درجة الإجماعية حول الاستحقاقات خصوصا هم اللي وعد الله أنا ما نقد نزيد على أنه قد يعود استطلاع آراء عينة مختارة من جمهور موريتان يغلب عليها الأغلبية وبعض من الشخصيات الأخرى حول القضايا المطروحة على موريتان إن شاء الله أنها تكمل غدا إن شاء الله ورها الأخرى باستعراض العينات الأخرى اللي في المعارضة وهذا اللي تطرح تعقب إشكالية نفسية هي إشكالية الأبوة بوفط المقترحات إذا رأت الوثيقة اللي تعدل دور يعتمد عليها الأغلبية كمرجع والله من ضمن المراجع اللي تعتمد عليها فأي شيء لا يتقدم عقب ذا المعارضة وذاك له يعقب يعود طرح إشكاليات مجددة هل المعارضة ستلتحق وأعتقد أن لن تلتحق بتلك الصيغة اللهم إلا إذا تم الاستئناس بها كوثيقة تتم دراستها وتدارسها لأنها تمت في غيابها لا تعتقد أنه تحويل الموضوع حتى على مستوى الشعار من حوار إلى تشاور ممهد للحوار أنه رسالة تعني أنه ربما السلطة أدركت أنه الموضوع لا يمشي بطريقة المخطط لها وتريد أن تترك باب للإستدراك واضح لك واضحة حتى لك مقصودة بها حتى غير هي حتى قلت جلسات تمهيدية للحوار هي أصلا جوهرها ما يقدر جلسات تمهيدية للحوار جلسات تمهيدية للحوار اللي لعت من طرف واحد من الله مهلا يقدم وثيقته للطرف الغائب ولا يقدر يقول انه حوار ما يقدر يقول انه حوار لذلك كان انه هو ما هو عمليه اطلاق حوار ما هو عمليه اطلاق حوار هو الهدف منه المكسب الكبير اللي قد يحقق النظام والله اللي يسعى له منه الا محاوله كيف لك القاء حجر في الرافد من خلال تملك زمام المبادره ودفع المعارضه لاحقا للالتحاق به والله للتاسيس وبدايه حوار جديد ما يقدر منه مكسب اخر والله الحصول الثاني على هذه الوثيقه اللي تعكس اراء عينه حول القضايا الكبرى فهم نقطه اخرى اشار لها العنوان اللي التأمت تحت الجلسات هو الحوار الوطني الشامل وهذه ملي فيها قد يعود طعم جديد اللي كان الناس كانت تنتظر أساسا حوار سياسي ما دمنا ندعوها المجتمع المدني وندعو لها كامل يلا نعدلوا حوار وطني شامل من ناحية الموضوعاتية معناها المواضيع كاملة ما يعني لكن ما قيمة عبارة مغرية مثل هذه حوار وطني شامل وتحتها حوار الأغلبية والأغلبية هذا الصفي تفادي أنه ما هو سياسي بالسياسيين غاب طرف منهم كبير لا تنسى أنه حتى خارج دائرة المنتدى والمعاهدة وذلك أحزاب سياسية أيضا غابت حزب أجدي مر مثلا وحزب كان مستعد للمشاركة لم يشارك وأعلن أنه
طلبه في آخر لحظة بلي كان توقعات لم يشارك لا هي لا يشارك منظمات المجتمع المدني منظمات حقوق الإنسان فناد لم يشارك معنا هو تم شوف هو كان أصلاً إنه حوار سياسي وبالتالي حوار سياسي طرفك اللي فيه قالوا يعودوا الأحزاب السياسية إلى فاتي اللي جات مقلمين أخرى من غير بعض الطرف الأساسي فيه بعد الوصول إلى قناعة بأن الطرف الآخر ما هو جاي تمت إضافة يك الشامل من أجل إغراء كامل وتمت إضافة جلسات التمهيدية من أجل إتاحة عتبة لحاق لاحقة للأحزاب السياسية أيضا. استمر هناك جزئية ربما قد تكون لها دلالة في موضوع حتى السلطة نفسها هل هنالك موقف واحد لها من موضوع الحوار أم أنه تشهد هي الأخرى صراع داخلها؟ ما الذي يعني أنه الدعوة للحوار جاءت من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والافتتاح تم من طرف الوزير الأول؟ وما الذي يعني أنه الإعلان عن الحوار في نفس اليوم لقاء صحفي للوزير الأمين العام وبرنامج تلفزيوني لرئيس الحزب الحاكم؟ هل نحن أمام موقف موحد للسلطة من موضوع الحوار أم أنه أمام أطراف السلطة تدفع في اتجاه الحوار وأطراف تدفع ضد الحوار؟ أنا أول شيء كنت نختار نضيف المعلومات اللي أعطاه حسين اللي فتكتبه لك وير قضية تنازل السلطة يعني والله مشيها من مرحلة شور مرحلة أخرى وإن اللي نختار نأكد أن هذا ما هو الحوار رغم أنكم أنتم لا تستخدموا هذه العبارة لأن هذا ما يدور من الحوار حد الحوار به اللي أهله اللي معدرين وقطعا ما يدور ما هم مسمين الحوار غير بس تاكدون صارك عن كل شيء فيه انطرح قضايا إيه؟ مثلا كامل انطرحها طبعا هو لا ولا هم لا يعدلوا لا يعدلوا وثيقه غير هذا ممهدات للحوار ولا تاخذ منه ورقه حسب اللي فهمت لانها وذيك الورقه فيها المطالب كامله وفيها وهذا حد مثل حد تم يسميها لا حوار 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 انا بعد ما نقدر نتابع في لا بد من نعود متوافقين على التسميات هذه جلسات تشاورية يكد يحضر لهم هي كانت المفترض أن يحضروا لها الناس كاملة وهي اللي يلا غير ما قابوا جلسات عنها تشاورية لم يحصل الاتفاق على حتى على موعدها وعلى أي شيء حتى تشاور فيها كان وهي خليك فيها أسر مشي ما هو متناظر غير داركوا بها بعد وقبلوا عنهم بدر من عدلوا حوار عدلوها جلسات تشاورية نضيف الصاع للتنازل اللي انت سميته تنازل والحسين مولي الدكتور سماه تنازل نضيف عليه الخطاب نبرة الخطابات سواء كان خطاب رئيس الحزب اللي قال فيه اللي أبى فيه اتهم جهة والله حملها مسؤولية والله اللي قال رئيس الوزراء اللي تعهد بالتطبيق كامل الله ينقبل كقرارات النبرة كانت كاملها إيجابية كانت مثلا ما هي سلبية ما هي رواية النبرة الرسمية النبرة الرسمية وهذا مهم هذا مهم هناك نبرات شبه رسمية مشت في اتجاهات أخرى ما سمعت حتى اقتربت من التهريج أبدا ما سمعته مما المهرجين طبعا ذيك رواية مشكلة يلا نطرحوها احنا كصحافة وكنقابي بين ياسر من لا تحدث عن سياسيين أنا قلت لك إني حرفت لا اليوم واليوم قطعا عن ما أخلق فيه شيء اسمه شنو مش شيء ما هو على طريق إلا روايات عادية قطعا كلها يطرح المشاكل حسب رؤيته وشخصيا شفت سمعت خطابين فهم قطعا عنهم خطابين ومثقة وواحد زميلنا عبيد الليميجن وكان خطاب موثوق ومطرحين فيه كان مطروح فيه أسر من المشاكل ومقبول بعين الاعتبار والله اللي عنه شفت منين يعود له حل إنه سؤالي لا نختلف قضية الوزير الأول ظهر لكم عن السلطة إحنا نعرف أنه قاعد في نظام الشخص الأول هو الأساسي فيه يغير من اللي فيه أطراف في النهاية هي اللي تنفذ السياسات نرى كانها مسجمة والله مختلفة اللي عنها يبدو أنا لابد أن نقبل فاصل سابق نسمع الإجابة منكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نناقش فيها الأيام أو اللقاء التشاوري الممهد الحوار حقك اسم فيه بعض الصعوبة الحوار الوطني الشامل إلى آخر ذلك نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود Yeah.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والاخير من حلقه الليله من برنامج بالصميم التي نناقش فيها اللقاء التشاوري الممهد للحوار، وهل انطلاقه بغياب المعارضه يعني ان هذا الحوار قد مات حتى قبل ان ينطلق. ونجدد الترحيب بضيفين الكريمين الاستاذ محمد فالو العمير وزميل حسين ولمدو. استاذ، كنت قبل الفاصل نسال حول نتائج التي يمكن في النهايه ان يصل اليها هذا الحوار وفق ما لاحظتم من نقاشات الجلسات التي حضرتم. الله اللي يعني النتائج اللي قد يوصل لها، قلت لك الله اللي عنها وثيقه تعود هي اللي قد ينطلق منها الحوار، وهي اللي الوثيقه الموافقه لها، متوافقه لهذه الجماعات اللي كانت تهم ومطروحين فيها مشاكل، عناوين كبار تلخص المشاكل كاملها اللي طرحت المعارضه منذ التالي، والله اللي طرح كاع النخبه السياسيه، اللي طرحت النخبه السياسيه كامله. لكن عفوا بدون فعلا قبل هذا الموضوع كنا توقفنا عند السلطه، هل تعتقدون ان داخل السلطه هنالك اختلاف وهنالك موقف موحد من موضوع الحوار؟ انا اللي يعني فهم موضوع موحد باللي هو كيف تعرف موضوع الحوار لا هو واضح انه روايه معدلها الرئيس وهو اللي كان قرارها والناس هاي الاطراف اللي تنفذ سياسات الرئيس، ما ظلكم انا كيف تشي بيناتها مستوى منها؟ هو الموريتاني كاملها والجهه الاخرى الموريتاني كاملها عندهم مشاكل، كلهم عندهم مشاكل بيناتهم، وتطغى دائما المشاكل البينيه البينات الشخصيات على المسارات السياسيه. وهذا اختي نرجع فيه لقضايا المعاهده وحضورها وقله حضور مسعود وقله حضور فلان وفلان، والواسقع هذه الهيئات كامله بالمنتدى والمعاهده دائما في قانونهم الداخلي عن يحصل لا بالاجماع، القرارات تنقبض لا بالاجماع، وعن تعود الدوريه الرئاسه الدوريه به اللي ما فهم زعيم عاطي الخطمه لزعيم اخر، ولا فهم وهو الوساك التم له ولك هيئه ما هي قد تشكي المنتدى، والله كي المعاهده والله كي الاغلبيه ما تراسها لكاش، هو الحزب اللي يمثل ما هو ما يمثل سبه، ولا هو يالله يعود فهم به اللي ما هو اصلا ماضيه السياسي ما هو هو اللي يالله يعود فهم. مثلا يوسف المشي يعدل عن مسارات السلطه، رؤيته في موضوع الحوار رؤيه موحده ولا فيها اطراف فيها تشوش على ظاهر لي يعني كيف كل شيء فهم اختلافات، طبعا فهم اختلافات، فهم واحدين من الموريتاني في السلطه وفي المعارضه، ما يبقى الحوار يخلي ما يبقوا يخلق ولا يبقوا الناس تتقارب بيناتها بهم اللي عايشين في الفلو ارتستيك وذي الروايه اللي عايشين منها وكاملين سعاد وهمنين، وفهم بطن في الصحافه وهم عايشين من الدوله، يبقوا يصلح ولا يبقوا يتقارب وجهات النظر، ما يبقوا يتقاربوا. هل المعاهده كنت تقول شوف موقفهم ظهر لك عن المعاهده، ذي الاختلاف اللي حاصل بين موقف التحالف والوئام وربما الصواب منسق ولا اختلاف طبيعي بينه؟ هو طبيعي لو خلصنا تاريخ موريتانيا، تاريخهم هم كاع مساراتهم هم نفسهم، طبيعي احنا الرئيس مسعود عودنا على دائما قراراته اللي يقبل مثلا والله مواقفه اللي يقبلهم دائما بصفه يعود عنده تميزه بالنسبه للمجموعه اللي هو ينتمى لها، سواء كانت منسقيه المعارضه، سواء كانت هو قاع ما تخلى فندقي غير والله المعاهده، هذا دائما يتميز عنهم، يتميز عنهم به اللي هو زعيم وشيخ ويلا ودلا عنده شيء يميزه، غير هم اللي نساو على ان ذا الموقف اللي ظهرك جاد فيه حتى اللي هو حرصه على وجود الناس كامله في الحوار كان ينبغي أن نعود هو حرصه في نفس المستوى 2011 و2012 كان ينبغي، صح؟ احنا مشكلتنا هون ما فهمتوا ما هو ديك الساعه ما نشارك في الحوار، ندرى كانوا نفس الحرص كان لابد ان نعود شامل، كانوا هو نفس الحرص صار انت متابع للسياسه. يقول رئيس مسعود في خرجاته الاعلاميه انه كان دائما يدعو لان الحوار تعود فيه الاطراف كامل،
لكن في النهاية هو ليس مسعود اللي في السلطة، ليس لا لا لا، احنا الخرجات الإعلامية نعرفوها قطعا، واحدة منهم دي أنك يك ساعة كتبت إليها وإن لا حوار بعد هذا الحوار، اللي أنا مزت متفقتها إن ما خارج حوار ثاني، الحوار وضغط صفحته ما أنك متفقتها 2012 أنا أتذكر إيه هو تو خلك تذكر. لا على كل حال هو المرجع الأرك اللي يقول هو الله يحكم عليه، لكن اللي يقول هو يقول دائما أنه كان من دعاة الحوار الشامل، هو دائما من الناس كانوا دعاة الحوار الشامل، هو طلع والأستاذ المحم من دعاة الحوار الشامل، وهم الناس كاملة كلها من دعاة الحوار الشامل، غير اللي معدلين للحوار شنو اللي معدلين وياك يعود شامل شنو الصب ما فيه، هذا اللي في المنتدى وذا اللي في الموالاة وذا اللي بينهم، اللي متباركين معاه يعدلوا، وين هو اللي ماشي مصلحة حوار شامل. أستاذ حسين، في مؤسسة كان يفترض انها كانت تلعب دور، ولكن الواضح انه اللي هي مؤسسه المعارضه، الواضح انه السلطه رغم انه هاي المؤسسه كان يمكن ان تكون لها دور اساسي في الحوار، يبدو انه لدى السلطه نيه واضحه لتجاوزها. بالنسبه لكم ما هي خلفيه هذا الامر؟ هل توافقون اولا على هذه اعتقد بان مؤسسه المعارضه كما تعلمون هي مؤسسه ناشئه، والسياقات التي نشات فيها هي سياقات غير مشجعه على تكريس البعد المؤسسي، وهي تبدأ الآن ممارسة جزء من أدوارها، والسياق اللي ظهرت فيه حتى في أوساط المعارضة كيف صارت قوي ما هو مساعد حتى على اطلاعها بأدوارها، ولذلك يلا لنا صبروا لها قدر اللي لا أنا سؤالي هو حول تجاوزها من طرف السلطة وحتى أيضا من طرف المنتدى، لماذا كيف واللي جاوزها حتى اللي جاوزها إلا المنتدى، لكن هو المجاوزها الأصل سواء بالاعتراف بها كسلطة وسواء بتوفيرها كإطار تنسيقي للنظام، على الأقل التعاطي معها ضرك أحسن من ما كان، النواقص كثيرة لم جدا. لم يريد لها أن تلعب أي دور في موضوع الحوار الحالي مثلا، وهي كان يمكن أن تكون ما كانت قد تلعبه. أنا قلت لك من بعدين، هم بعد الزمن بعد الزمن اللي تقرر فيه أن الحوار يدفن منه ويعدل بالطريقة ضركة بعد ضغط حتى، والأمور كاملة تنتهي عنه لا مبتسرة وتعود على أسرع أملي من المبادرات اللي قد يقوم بها زعيم مسعود ولا يقوم بها مؤسسته وأسس المعارضة، باللي فهم خلفيات بعضها نلاحظه وبعضها قد عود غايب عن نظرك. اللحظة التي قرر فيها النظام أنه أن يبادر بتأسيس للجلسات، ما هي هذه اللحظة؟ أعتقد بأنها لحظة تشرت مرتين للحظة، لحظة أنا بالنسبة لي لحظة مفاجئة درجة إحباط تولدت أو قناعة بأن المعارضة لن تأتي مطلقا، لأن أنتم تعتقدون أنه ما نعيش الآن ليس مقدمات حوار، وإنما هو مقدمات إعلان شهادة وفاة الحوار والتخلص منه. هو التكتيك إن نجحت المعارضة في اقتناصه والتأسيس الحوار جديد خلال الأشهر المقبلة قد يحصل منه شيء، إذا ما ذاك لا يتم واشين على وجهنا، يوصل النظام القناعة بأنه سيدير مأموريته الحالية بغض النظر عن القوى التقليدية الأكثر حضور والأكثر تمثيلية، وكأنه يئس منها يقال ماني ناسي، ماني شاك ان البعد الدولي انه غايب وملي عن 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 ماني شاك ان تركيز السلطة على استقطاب شخصيات بالذات من حزب التكتل والاحتفاء بها، ماذا تقرؤون فيها؟ هو دائما لا يعدله الأنظمة اكثر من طبيعي، ملي خارج جزء منه ما ينت قابلية التكتل بالذات، لماذا التكتل بحساب تراثه التاريخي والنضالي هو الحزب الأكثر تجذرا من ضمن كل أحزاب المعارضة، وبحساب موقفه الحالي والأكثر يفترض أن تكون قيمة لصالحه راديكالية تعطيه هيبة وتعطيه أهمية، هم كاملين هم الأحزاب كاملة لأبناء التكتل، أحزاب المعارضة وصولها كاملة كاملة مسار النضالي والتاريخي للشخص اللي يقوده. لا أنا أتحدث عن موقفه الحالي عن بالنسبة للسلطة، لماذا ما دام هذا الحزب وهو كذلك بهذه الأهمية ورئيسه بالرمزية التي يعرف الجميع، لماذا نستهدفه بهذه الطريقة ويكون كانت لا تعدله دائما، كانت لا تعدله دائما رفضي كان الجهات كامل دائما تعدله في المفهوم السياسي سيدي لابونغا مثلا ما السلطة الحالية هي توظيف في هذه الأمور الأخرى للمختلفة. أنا سؤالي ما هو سؤال في الأخلاق، سؤال في السياسة معناها التكتيكي، قلت لك انه هو البعد ما دمت الحزب وذي الشخص اللي رأسه اللي عنده رمزيته الوطنية تريد انك تعدل معه حوار، لماذا تستهدف استقطاب شخصيات منه وتحتفي بها الى طريق؟ هذه رسالة الى
ورسالة والعاد كانت فم العاد فم كان فم تكليف بأنه الأحزاب المعارضة وخصوصا في المنتدى أنها إنجاب ورواقيها اللي إنجاب ما أكبر من قده مهلي الله شخصيات تعود طالع عهدها بالحزبي والله ليست على المستوى البعد التمثيلي الكافي معناه أنها مهمة ما كانت ناجحة يقرر بعد العاد المهم منهم اللي إرسال وخزات أو رسالة في مرحلة الموقف الراديكالي الرفضي قياسا لزملائه في الأحزاب المعارضة تعدل السلطة تعدل الأنظمة وفيها جزء ملي ينطرح فيه السؤال لماذا قبل هؤلاء هل عن قناعة والله عن غير ذلك اللي هم ذو الله يلتحقوا وهم ذلك أغلب بعض الناس اللي يجي منهم فما كله يقولوا لا محافظ على موقف المعارض على الأقل عمامة المعارضة وأنه له يبدي موقفه من خلال ندوات حزب التكتل أصدر بيان أنه من يشارك في الجلسات يعتبر مستقيل لماذا الأحزاب الأخرى ما صدرت بيانات؟ ربما لأنه لم يشارك من أحد واحد يشارك فم واحد من التواصل تواصل عمدة وفم واحد من الإف بي وفم واحد من كذا ذاك من عرف كانوا تلف الإف بي ما هو الإف بي ما تلف الإف بي قال بعد رمز من رموز ملي لكن كان التركيز الكبير على شخصيات فيما يبدو من التكتل غير قاعد على عين لي طيب. لماذا ما يوخوا بي اللي التكتل ساعة ما هم قرش إن لا يحضرون الرأي هذا سؤال مطروح فعلا نرجع للسؤال اللي طرحت لكم قبيل اللي هو سؤال الانطباع اللي حصل عندكم أن هذه الناس اللي دارك مشاركة في الجلسات وبالذات جماعة الوئام والمعاهدة بشكل من الأشكال حسيتوا بهم أنهم مقتنعين بالمسار ومستمرين فيه والله أنه بالذات الوئام اللي رئيسهم طرح فكرة التأجيل أنهم ربما ينسحبوا وخصوصا المعلومات تقول معلومات مصادر قريبة من الوئام أنه لقاء حصل بين رئيس ويجل مع رئيس محمد العبد العزيز وأنه العبد العزيز رسميا أبلغوا بأنه لا تأجيل وأنه المسار مستمر على ما هو عليه هل تتوقعون أن المعاهدة ستستمر في هذا المسار أم أنه؟ ظهر لي والقرارات ملي قبلوا فيها بإجماع كيف المنتدى وظهر لي عن العاد تكتيك ما أنا بعد اللي حضرت اليوم فيه أرواقيش الحمد لله وموثقة وقعبها في محد ما هو موثق يقال بعد الوئام الكبار فم أحمد تراوري فم يوصل منهم تبارك الله فهم النائب الدان وفهم يوصل منهم وفيهم واحدين يتكلموا قبلوا الكلام وتداخلوا وفهم كان واحدة من الجلسات يرأسها بلال الورزق السفير وفهم واحدة من الجلسات يرأسها نائب حزب الاتحاد من غير بعد فيها واحد من أهل الوئام وفهم يوصل من الخلق مثلا اللي مشاربه سياسية ما هي واحدة غير قاعنا هون مشاربه سياسية مع إن الأحزاب اللي ما هي اللي تتحكم في نظرة الإنسان عين اللي الحركات السياسية أصلا مشاربها سياسية ما هي واحدة وفهم ياسر من الناس اللي فهم ما خارج نوع من الواقيش وموريتان ولا خطاب وموريتان ضرك يعدل في الساحة العمومية ما كان فهم منه ما من برتو يسوى اللي منه متين حتى متشدد والله اللي منه لين نصل الآن للفقرة الأخيرة تقريبا لأنه باقي معنا حدود 10 دقائق نستقبل فيها بعض الأسئلة اللي وصلتنا عبر الفيسبوك محمد لمين الصافي عنده سؤال ربما في السياسة الرياضية ولسأل ضيوفك الكرام هل الكرة الآن في مرمى المعارضة أم الموالاة أين تقع الكرة الآن أستاذ عمير أنا بالنسبة لي الحاني نتائج لا يتبخط عنه الاجتماعات منين يعودوا إذا قلت لك ذي الوثيقة اللي قلت لك وتعود قابلة أشار قابلة مثلا عامة ما طالب وش واهتمامات المعارضة بما فيها وثيقة المنتدى تعود المرمى اللي تعود الكرة في المرمى يعني الكرة بالأساس مرمى النظام من خلال ابتداع آلية جديدة ومبادرة جديدة من شأنها تجاوز أولا البعد النفسي الذي أحدثته الجلسات التمهيدية في تغييب طيف سواسع من الطبقة المعارضة وثانيا في تجاوز درجة التكلس لدى بعض أطراف المنتدى من خلال أيضا الاستجابة للمبادرات التي قد تطرح لاحقا بعد الحصول على الوثيقة التي ستصدرها والتي لن تشكل إلا جزءا من الوثائق التي قد تعرض لحوار لاحق فاضل لدي سؤالين سؤال لكل منكما سؤال هو الأستاذ عمر يقول ما هو الهدف من الحوار ما دامت السلطة تحشد لهذا الحوار كل من هب ودب هل يمكن الجماهير أن تحدد مصير بلدها دون صناديق الاقتراع كأنه يعترض على الفكرة اللي انتو قلتوا الناس اللي جات عنها في الحقيقة تمثل المعارضة لأنه مهم في النهاية
الافكار وافكار اللي طرحت افكار الموريتانكا. لا المهم عندي انا انه هو شاد خبر حوار والحوار ما هو خالي. اللي خارج ظرف ما هو الحوار. هذا اللي خارج ظرف انتم قلتوا عنه الناس اللي فيه تطرح قضايا الموريتان كامل. لذلك انا مجيبة الناس بالطريقة بدون اي صياغة تمثيلية انه مجيبت قاع انا ماني متفق ما مثلا انجاب هذوك الناس اللي فهم الناس اللي مشوبه فهم غير بعدين شفت انا يتحدث اليوم ما هو مادة تنجاب. اللي سميت لك ورقيش اللي سميت لك ما اللي وسميت لك اللاش منهم ما هو ورقيش انجاب كلها عنده تصور وكلها يقدر يسمع رايه وكلهم اللي يتكلم بس مش معه. لكن هو في ناس حتى من خارج التصنيف السياسي في ناس جهات طبعا طبعا هو سياسه هو ما خارج عن ما يعدل ما خارج حد ما هو ماسع عنه اهلا لتقدير السياسه. فاضل عنده سؤال موجه للدكتور الحسين يقول هل يمكن ان تلام المعارضه على مقاطعتها لما يسمى الحوار بعد ان شاهد الجميع إخراجه؟ هل مصير الدول كان نفس السؤال يحدد من خلال حشد الجماهير وإشراك من لا علم له أصلا؟ وعادة النوع من الجلسات التشاورية كاملة لا يتخرج عنها وثيقة ويستأنس بها في الحال العادي. أنا قد أسميه نوع من هايد بارك عنده مقررين مثلا ساحة عامة تناقش في المجال العمومي وما هو طرح في القضايا العامة ولا تصدر وثيقة مكتوبة لاحقا ويستأنس فيها وهي فيها من خلال سواء من جرد المواضيع وسواء من خلال تحديد الأجندات. هذه كاملة لأنه دور طرف والله أطراف فيها الأغلبية وهي شخصيات مستقلة وشخصيات معارضة دورها ورؤيتها للقضايا اللي تتمطروح قد يسهل لأن يجاوز البعد النفسي قد يسهل لاحقا جرد المواضيع والله على الأقل يعود خالق طرف من الأطراف اللي يتشارك في الحوار أعد ورقته مسودته للقضايا اللي تناقش. محمد والدود لديه أيضا سؤالين. سؤال أول يقول أين هو الصحفي محمد فارو العمير؟ كان يسأل عن موقف المرابط الشخصي من الحوار الحالي. أولا أنا ما أنسى عنه حوار وثانيا ما عندي موقف فيه. نختار الموريتاني يجابروا ونعرفهم واحد واحد الحمد لله ونعرف ما بيناتهم خلاف ما بيناتهم شي جوهري بينهم شمن عنهم خارج شمنهم ما يبقي نقال له تزنقي لهنا رجعوا شوي للمفاهيم التقليدية معناها ما يبقي الخروج من السلطة ما يبقي العود ما هو مشارك ما يبقي عود ما هو مشارك ما هو مشارك في السلطة ما هو مشارك وده عادي يعني اللي احنا كاملين ما يبقي الزمقة ولا يبقي تزنقي ملي معناها ما يبقي حد يعود ينحكم اللي ما يبقي عود ما هو مشارك يغير الله اللي ما أنا الله ما يبخليه تزنقي اللي ما فاهمه الاثنين نعرفهم لهم واحد خايف حدا منهم تعود فيها معنى هم واحد شفت تزنقي عاد ترك تحمل شحنة سالبة كيف تعرف وعاد قاع عرقية ما هي عرقية لا عاد عرقية بعد عاد هي سابقا هي اشياء اخر كبيرة زنق اصلا هاج اصلا وزناته وملك خاصة ورقة الحمول انت مشيت بعيد انا ماني ماشي له انا ماشي المفهوم العادي معناها الانسان اللي يعود مغيب عن الهم العام وهذا يسعوا له للسياسة كاملين زنقته كلهم يختار يعود صاحبه اللي حداه ايش طلوا ما يحضر واش طلوا ما وهذا كاملين سيمة فيهم لأن خرصوا تاريخهم أنا أختير لهم لأنهم يجابرون أرها ما بيناتهم شخاصة ولا ونين يجابر قبيل قاع قالها حد من المتدخلين في هذا الناس ما بيناتها شخاصة وهم اللي هي ما فيها اليسار واليمين تعود بيناتها رواية جوهرية ما ظهر لكم استاذ في شوي من التبسيط الناس إحنا عندنا سلطة تقول على إنها ما عندها أزمة وعندنا معارضة تقول إن الحكم حكم أحادي واستبدادي وهذا ما كنت شايفه على بناته شفت فرنسا هذي كريز إيكونوميك عندها كريز وعندها روايات علمية تعدل عنها أزمة رئيس هولندا أمس متدخل قال ما في أزمة ليش عادي جيد ما في أزمة بشركم خير عادي استاذ وعادي عن المعارضة اللي تقول غير ما هو عادي لا نختصر بين اللي نختار قدر من الأسئلة. هي عود ما هم سامعين. سؤال بطرح سؤال محمد دوج طرح الأستاذ حسين يقول ما تفسر هذا الحوار الذي وحسب الظاهر من حوار بين أغلبية حاكمة وموالاة داعمة وهل توقع منه تخفيف الأزمة السياسية؟ زميل عمير قاعد كل شيء ما سأل ما في أزمة. لا ما يخفف. هذا من رواياتكم أنتم الإعلاميين. رواياتنا إحنا. رواياتنا إحنا الإعلاميين. لا لا أنا ما أنا ما هو صالح. أنا قلت لك لأن السلطة أينما هي دائماً معتبرة دائماً معتبرة ما في أزمة بيجمعين تقول تخارج أزمة تنحل وتماشي لا مشاحة بذلك أستاذ حسين ما هو لا يساهم في تخفيفها بدلاً هو يزيد زيادة
زيادة التوتر يريد ما تبتدع آليات جديدة لأنها لا تروح مبادرة جديدة لا يعود لا يزيد في القطيعة بين الطيفين الطيف المعارض والطيف الموالي قال لا يسهم في إعداد ورقة ممن حضر الجلسات التمهيدية حول رؤيتهم القضايا موريتان قد تسهم في اختصار أو اختزال جزء من الوقت حال البدء في حوار لاحق. عبد الله مولود فال زميلنا الصحفي المعروف يقول هناك تطور كبير في خطاب أنصار النظام المنتقد للمنتدى يتمثل في وصفهم للمقاطعة بأنها مواصلة لدور قذر تواصله المعارضة منذ 1991 ويقوم على تهزيم الوضع دفعا بالبلد نحو انقلاب. بأداء هذا الدور تتابعت انقلابات وتعوقت التجربة. هل من تعليقات على هذه الجزئية؟ هذا كأنه مختطف. عندي تعليق أولي أنا ما قد سمعته عند حد. هم نظرة والله زاد قراءة الموقف بعض الأحزاب لأن التأزم والله التأزيم المرحلة والله تمابي عن الحوار منه ولأنه قد يحل حال الرواية. وهذا بعد كان الليلة معي أحد من الزملاء في سهرة ميديا قالوا بالصفة هذه قال عن التأزيم قد يعدل انفجار والله انفراج انفجار يقولها هو تقهقر الدولة وطيع حرب أهلية وانفراج يقولها الانقلاب عسكري ربما وغير عادي. لكن عبد الله مولود فارس سؤاله عن هذا المستوى من الخطاب اللي يقولوا إن هذا مقاطعة المنتدى إنه مواصلة لدور قذر تواصله المعارضة من يعني خطاب التخوين. أنا ما قد سمعته عن تحدثه وداروا بين قوسين هو صحفي غالبا لا يعود إلا قبيل لا يقول إنه من قال وأنا ما قد سمعته عن تحدثه. عندي إن إخبار المقاطعة أصلا اللي ينقال إلا أن مقاطعة الطيف السياسي ونضرب مثل أصلا بمقاطعة تكتل FDX كثرة فندي 97 الانتخابات حينها انها شكلت قطيعة بين المسار والتراث النضالي اللي حق والنتائج حققها 92 ورأى صعوبة عقب ذاك ومواصلة ذاك الزخم اللي كان خالد ذاك الساعة وانه كان تأثرت عليه ذاك اسلوب المقاطعة اللي سياسة حراك في الغالب ولا يقد حد يقصد بها انها مقاطعة الحوار الحالي به اللي اي عتب مقاطعة في السياسة. يطرح ايضا نفس السؤال استاذ حسين يقول ما هي العلاقة بين اندفاع النظام نحو الحوار والتحضير لانتخابات 2019 سؤال جيد بهذي انا نصور دائما بالنظام كان هو الاكثر اقتناع وجدية هذا اللي ينقاله التوجه نحو الحوار خلال الأشهر الماضية بسبب بسيط من التخوفات اللي عند الناس من المأمورية الثالثة لكن لا يخلق فيها لا في السنة التالية يقولون مونك لعود البرلمان ممثل في المعارضة كاملة برلمان. هذا هو تصوري للخرجة اللي تقدروا عندل بها عقب ذاك. إبراهيم ولدي محامي يسأل ما الذي تم إنجازه من وثيقة حوار 2011 التي قيل آنذاك أنها تضمنت حل شامل لكافة مشاكل البلد. هل تم إصلاح القضاء والإدارة والتعليم والصحة وصيانة الحريات؟ هل توقف اختلاس المال العام وتزيع الصفقات بالتراضي على بطانة الرئيس؟ ماذا يقولون في مجلس الشيوخ الذي عمل الآن خارج الشرعية؟ أسئلة كثيرة يعني نماذج متعددة يضربها لأنه لم يتحقق شيء بالنسبة له من نتائج وثيقة نتائج حوار 2011. رأي هذا محامي إبراهيم على مستوى المسطرة القانونية تحققت نسبة كبيرة جدا مما تم الاتفاق عليه من خلال استصدار القوانين. لكن السؤال يردون لنا هل تكفي القوانين لحماية ذلك؟ قال بعد اللي تم الاتفاق عليه أغلبه باعتراف الطرفين تم استصدار. محمد الأمين سيدي مولود يقول سؤال للأستاذ عمير لماذا الزج بأسماء أحزاب من المعروف أنها مقاطعة الجلسات وهل من الودي ومن المشجع أن تشجع السلطة وبعض الشخصيات على الانسحاب من أحزاب المعارضة؟ وسؤال لي هذا تقدم السؤال تقريبا فتنا عليه. السؤال اللي يلمد لماذا لا تتيح وسائل الإعلام الرسمية الفرصة لمعارضي هذا الحوار ومقاطعيه وهي المولة من المال العام أم محكوما عليها باللون الواحد والمنطق الواحد والطرح الواحد؟ واجبها في الحالات العادية وبالمثال أتكلم لها هبالا ما نقدر نقول لك عندي تقييم غير هذا واجب من أوجب واجباتها في الحال العادية ظروف الماضية قال وركب بعد باقي عندنا دقيقة ونصف. شنو هو بالنسبة لكم السيناريو الأرجح لمستقبل الحوار لكن متوافقين عليه ما هو اللي ذاك مختلفين على تسميته أستاذ عمير؟ هذه الجلسات قربتنا من الحوار ولا بعدتنا منه؟ أنا بالنسبة لي أنا متفائل دائما متفائل منطلق من روايات منطلق أولا من الموريتانيين قطعا القيادات السياسية فيهم الناس اللي من مصلحتهم والمصلحة العامة والمصلحة الديمقراطية تملئ لهم لأنهم يقيسوا الحوار إياك يقووا اللعبة يقووا مثلا أستاذ حسين في المدى القصير هذا يبعد من أي حوار. في المدى البعيد إذا طلعت متغيرات اللي هم عدة أشهر والله ذا وتوفرت الإرادة لدى الطرفين
هذا قد يدفع إلى التأسيس لحوار جديد تتحول مخرجات هذا الحوار الحالي إلى مجرد وثيقة أو ورقة يستنس بها داخل. إذن بهذه النهاية المتفائلة نصل إلى حلقة الليلة من برنامج في الصميم. في نهايتها نجدد الشكر للزميلين الأستاذ محمد فال والعمير رمزيلا والأستاذ الحسين والمدو، والشكر للطاقم الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة، ولكم جزيل الشكر ومشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.